ماتشين سموحه ونكسب الماتشين، فده صعب يعني. معلش خلينا نقول في سنكم انت تلعب فرقه وتكسبها مرتين بيبقى الموضوع مش سهل. ايه ماتشات سموحه كانت صعبه ليه؟ يعني طبعا هي ما كانتش صعبه بالصعوبه اللي احنا كنا اقوياء على فكره قدامنا، كنا فاردين شخصيتنا جوه الملعب. طبعا يعني بعد خساره سبورتنج احنا مش باين على حاجه، احنا عايزين نكسب البطوله ونلعب في اخر ماتش نموت نفسنا على الجيم عشان نقدر نروح ماتش فيصل ونكسب الجيم نكسب البطوله. فطبعا يعني انت الخساره بتقويك، فاحنا يعني جمعنا في الاوضه وحسسنا نفسنا ونزلنا ماتش سموحه موتين نفسنا على الكوره، موتين نفسنا على كل كوره. فماتش سموحه بس هو الماتش الاولاني انت كنت خاسرين من سبورتنج، هما ما خسروش ولا ماتش، هما خسروا ماتش كان لازم تكسبوهم ولازم نكسب عشان تلعبوا ماتش فيصل. بالظبط. المباراه الاولى كان في ضغط عصبي عليكم جامد جدا، لان انتوا لو خسرت بره الماتش الفيصل خلاص انت بتجيب الدنيا لمجراها تاني. ايه التعليمات اللي قالها لكم كابتن اسلام؟ يعني ايه اللي قالها لكم في اول ماتش؟ هل اصل ده ضغط عصبي، خلي بالكم في سنكم ده. قال لكم ايه؟ ازاي قدر يخليكم تنزلوا تلعبوا؟ قال لكم ايه؟ ركزوا في الدفاع، امسكوا مين؟ يعني كلمني فنيا، قال لكم ايه يا سيدي؟ طبعا احنا قبل كل ماتش بنتجمع في اوضه وبنبدا نشغل كل فرقه وندرسها كويس جدا. فاحنا كنا شفنا فرقه سموحه طبعا ودرسنا عامل القوه اللي عندهم، كان عندهم لعيبه كتير كويسه جدا، فاحنا درسنا كل نقطه وعرفنا ازاي نمسك كل لعيب. وطبعا يعني انت يعني اجواء الجيم برده البنش عندنا كان روحه قويه جدا وبيحمس اللعيبه، فطبعا دي كلها عوامل خلتنا نقدر نكسب. طيب الماتش الثاني بقى، الماتش الثاني هل جبتوا درستوا برده اخطائكم؟ اني كان اسهل الماتش الاولاني ولا الثاني من وجهه نظرك في الملعب كنت حاسين انه اسهل ايه؟ الماتش الثاني. الثاني كانوا هم سلموا. كانوا سلموا. الاولاني احنا مش عارف كان عندي احساس ليه احنا كنا هنكسب كده كده. ده كان احساس جوايا. انما الثاني كان اسهل. الثاني كان بالنسبه لي اسهل شويه. اسهل. طب انت تتفق معايا نفس الكلام يا محمد؟